نحن الآن متواجدون في حي طريق الباب شرقية مدينة حلب. هذا الحي الذي تعرض لغارة جوية روسية صباح هذا اليوم أسفر عن 8 جرحى نقلوا إلى المشافي الميدانية، وهذا الدمار الكبير الذي أحدثه انفجار هذا الصاروخ. وكما نرى فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف تحاول حتى الآن إنقاذ العائلة العالقة تحت الأنقاض. كما رأينا قبل قليل فرق الدفاع المدني استطاعت أن تنقذ أو طفل من تحت الأنقاض وتم نقله إلى المشافي الميدانية. طبعا معظم الأحياء في مدينة حلب الجنوبية الغربية إلى الشمالية الشرقية تعرضت للقصف العنيف من سلاح الجو السوري والروسي، كحي الكلاسة وجسر الحاج وصولا إلى المناطق الشرقية كحي طريق الباب والمواصلات وحي القاطرجي، وأيضا الشمالية الشرقية كحي مساكن هنانو. معنا هنا أحد فرق الإسعاف يتحدث لنا عما جرى هنا في حي طريق الباب من قصف، وهل يوجد حتى الآن عالقين على قيد الحياة تحت الأنقاض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شن الطيران الحربي الروسي عدد غارات جوية على أحياء مدينة حلب منذ الصباح الباكر. تركزت هذه الغارات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، أحياء مدنية كان منها أسواق تجارية كما ترون. طبعا هذا في حي طريق الباب هنا حي تجاري. طبعا هنا في هذا المبنى هناك عائلة كاملة عالقة تحت الأنقاض. تمكن الدفاع المدني من إخراج طفل من تحت الأنقاض، ما تزال عائلته بالكامل تحت الأنقاض المؤلفة من الأم والأب والأخت والأخ. طبعا ما تزال فرق الدفاع المدني تحاول إخراج العالقين تحت الأنقاض لعلهم يكونون على قيد الحياة. طبعا الطائرات الحربي والمروحي ما يزالون في أجواء المدينة. طبعا أقلع الآن مروحتين معامل الدفاع وجهة مدينة حلب، ونحن نبذل جهدنا لإخراج العائلة تحت الأنقاض. نعم، كما نسمع حتى الآن أصوات الطائرات الحربية والمروحية تحوم في أجواء مدينة حلب في محاولة جديدة منها لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب السوري. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم، حلب.